جاء في الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع يدي بسيفه ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله بعد أن قالها. قلت: يا رسول الله، قد قطع يدي، وإنما قالها بعد أن قطع يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته بعد أن قالها فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقولها. والقصة الثانية عباد الله جاءت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد رضي الله عنه يقتل فيهم ويأسر، ثم دفع إلى كل واحد أسيره فأمره أن يقتله. فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره. قال: فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال ذلك مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فانظر يا عبد الله، الأول في القصة الأولى ليس له من الإسلام إلا أسلمت لله، والآخرون في القصة الثانية ليس لهم إلا كلمة صبأنا صبأنا، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع خالد رضي الله عنه فيهم. عباد الله، والقصة الثالثة وهي قصة عظيمة قد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحناهم فهزمناهم، ففر رجل منهم فأدركته أنا ورجل من الأنصار حتى تمكنا منه. وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك الرجل كانت منه في تلك المعركة نكاية بالمسلمين وشدة في قتلهم، وكان لا يريد أحدا منهم إلا أصابه. قال: فأدركته فقال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، فما كان يزيد صلى الله عليه وسلم
على أن يقول له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أن أسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه؟ أي أن الذي لنا إنما هو الظاهر، ورب العالمين جل في علاه يتولى البواطن والسرائر، فإن كان قالها نفاقا أو قالها تعوذا أو لغير ذلك من الأغراض فأمره إلى الله، وليس لنا إلا الظاهر، وأما سرائر العباد وبواطنهم فأمرها إلى الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد جاء في حديث آخر في القصة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما كان عليه الصلاة والسلام يزيده على أن يقول له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.